وصلنا. وصلنا فين يا سوق؟ ده بقى دار السعادة للمسنين. أما تدخلي جوه مش هتحس غير بالسعادة، وأنا هبقى في منتهى السعادة. تجنيت يا صبحي؟ اتجنيت، وعلى فكرة أنا خدت كل حاجة بالتوكيل، مبقاش معاكي أي حاجة. بقيت حياتك بقى تقضيها جوه هنا. ها أدرية؟ يلا. يلا. قومي جوه يلا. أنت بتخرف بتقول إيه؟ أنت بتهزر صح؟ بهزر معاكي؟ يلا انزلي يا ولية، يلا. يا ابن الحرام. ساعات الواحد بيغلط غلطة يقعد طول عمره يدفع ثمنها. وانت ايه اللي خلاكي تتورطي في غلطات زي دي؟ اب سابك وانت عندك 12 سنه، ام ما حلتهاش ولا مليم، ومن غير ظهر غصبا عنك لازم تقع في الغلط. وبعد اول غلط كل شيء بيصير سهل. بالظبط. وبعدين تطلطش القلم الصح اللي يفوقك. انت خدتني في الكلام، نسيتني اصلا انا كنت جاي اقول لك ايه. ايه؟ انا جوايا شك وعايز اتاكد منه. حاسه ان كريم ابني معمر وبسام. عليا كانت مع صبحي وشافت بسام وهو بيديله حاجتك. انت عرفت منين؟ إيه؟ عشان بسام جه قال لي ان هو شاف واحده توأم عليا وعينيها كانت هتطلع عليا. وهتكون قلت حاجه؟ ما فتحتش بوقي طبعا، بس انا مرعوب. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ انت مش واخد بالك؟ بقول لك بسام شريكي وهي شافته فهتربط كل حاجه ببعضها. بقول لك هتموت على الواد. خلي على نفسك يا عمار، قولها اي حاجه. ولا ده شغل بسام وانا ماليش فيه. تمام، واشمعنى صبحي بقى والسوق اللي بتدور فيه؟ ها؟ وبعدين عليا مش هتسال، عليا هتدور وهتوصل. يا عم انت هتقلقني ليه؟ لازم تقلق يا ابني. عليا اللي نجاها لحد دلوقتي قادر انه يوصلها. طب خلينا نفكر.